يعني زمان اللي كان بيحصل في شهر دلوقتي بيحصل في يوم وربع، فانت عايزه اللي بعده، طب اللي بعده، طب اللي بعده. ما هو لما يطلع تليفون دلوقتي انت بتستني بعد شهر ونص فين التليفون اللي بعده. زمان قعدة البيت محطوطه في محطوطه بالسنين، لما بتحول من قرص الزراير في رحنا 3 سنين كان انجاز. صح. فالحقيقه انه الانجاز والايقاع السريع خلى الاجيال اللي هي زي ما بقول لكم 70 و80 و90، مواليد ال 70 و80 و90، لا حاله الملل عندهم اكبر بكتير. لا وحاجه كمان غريبه جدا، لو ان الشاب اللي عنده 30 سنه دلوقتي دخل في علاقات عاطفية أقل، أعدادها أقل من اللي دخل فيها جده. جده استمتع بالحياة أكتر، حب أكتر. ياه. هو عنده فرصة الاستمتاع. أمال ليه بيتهموا الشباب؟ كان فاضي يمكن. كان فاضي يمكن يكون كانت الحياة مستقرة قوي ومعروف هيعمل إيه في وقت الفراغ والملل كان قليل. إحنا دلوقتي الارتباط في إحنا بنزهق بسرعة. بالظبط. بالظبط. وسائل الترفيه والتسلية زمان كانت أقل بكتير من دلوقتي.